بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا خذ بأيدينا حتى ننال التوبة منك، فلا نعذب لا في دنيانا ولا أخرانا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. ماذا يعني فريقان؟ اليد في اليد والقلب على القلب، ونفس البرنامج. برنامج هو صد الأنبياء عليهم السلام جميعا عن مهمتهم. دور ميسيون، معناها هاك الميسيون هذيك ما يعرفش تعقل. الآن الشر، الشياطين اليوم عناصر شريرة ما يساعدهمش، لابد أن يأخذ الواحد مع الآخر، والآخر يطرف الثاني وتيماشي باش التأثير هذايا مش راهو. هذا اللي قاعد يقع اليوم، راهو عند الكرب وعند الصهاينة. يعني تجي تقول مدى نموذج التعدي على أهل الحق، كما كنت استعانة الصهيوني بالكربي والكربي بالصهيوني، وهذا اللي خلى العالم كله مشدود اليوم إلى المخاطر التي تبرز في كل لحظة في أرض الخصام بين الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الفاسدين الكافرين المجرمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. هذه سورة المائدة. نعود إن شاء الله تعالى.